وصرت أطبخهم من بعدك كده من حبي لك. يا سلام يا سلام حبيبة قلبي، تسلمي لي، شكرا على الهدايا يا حلوين. خليني تسلم أعرفكم على هدى. هدى تسلمي. أنا ما طبعا ما أول مرة بتطلع معي جست وأول مرة بتقابل معها، بس أنا لفت نظري طبخها العدني اليمني اللي قلبكم يحبه. تسلمي والله، هذا يعني شرف لي انه كده بتكلمي، يعني مش عارفة والله ايش احكي، شرف لي. وهذا وسام بجد، وهذه شهادة، ممكن اني ما عندي شهادة في هذه الحياة ويكفيني شهادتك هذه. انا بقول لك اياها شهادة من قلبي، لاني بكون حاسة انه لما اي حدا يكون عنده هذه المهارة ويطلع ويطبخ ويتعب ويصور، يا اكيد فكرة. بكون حبه للطبخ كبير. صحيح صحيح. يعني بجمعيتنا الحلوة هذه، أيه. اسمحوا لي كلكم باسم، يعني اذا بتسمحوا لي كل متابعين الحلوين اللي هلا على البث، انه احنا بدنا نبعت هيك تحية لليمن. الله يخليك، الله يخليكي. والله تحية من القلب والله يا هدى لليمن. انا اليمن عزيز كتير كتير عندي. اي الله يخليكي، واكيد هم كلهم اهل اليمن أكيد. والشعب اليمني يحبك، يعني انت دخلتي لقلوبهم قبل ما تدخلي لمطابخهم بجد. يا حبيبتي الحمد لله. فاكرين لما كنا كلنا شوفكم، انا صدفت انه لفتت نظري احدى وصفاتها لهدى، وصرت اشوف المحتوى تاعها جميل جميل جدا، طريقة شرحها طريقة توضيحها، لأنه فعلا في بعض المطابخ فيهم التركات هيك لذيذة احنا ما كنا بنعرفها كتير، فهلأ مع وجود السوشيال صارت سهل انه نتعرف على المطابخ. وبتحس مطبخ اليمن يعني ما ادري، لو رجعنا لكثير وصفات اصلها من اليمن. صح يا هدى؟ صح صح، في كثير وصفات صحيح. بجد يعني، والوصفات كمان اليمنية مميزة بنكهاتها، وبكل منطقة بتميز بطريقة يعني في الطبخة، فتلاقي كثير تنوع في الأكل من ناحية الإدامات والكبسات، أنواع الخبز كمان، وكمان فيها من كثير من يعني دول، فيها كثير من الهند، فيها من الأتراك، فيها من أشياء من دول كثيرة يعني. وما تنسي نطبق نحن نسميه في عدن مطبقية، نقوله المطبقية ما تنسيها، يعني هذه احنا في السعودية، عشان بقولك احنا تربينا في الدمام. ايوه يا الله شو كانت هالايام الحلوة. ايوه مع الليمون وعرق الفلفل الاخضر كده. ايوه فعلا فعلا صح. يا جماعة قبل شوي احدى الاخوات طلعت جابت سيرة الافوكادو، رحت فتحت نفسي، هلا هدى فتحت لي نفسي عن طبقية، شو اعمل؟ والله بجد الاكل الاكل بشكل عام، سواء كان يمني او في اي دولة، احس انه الاكل يا شيف منال في كمية حنان، انه الشخص اللي ياكل يحس بالحب، او طريقتك يعني اخليه يحس باحساس الطبخ، يحس بحبي لهذا الطبخ من ناحية من تذوقه الاكلي. فأني يعني أنصح الكل الكل ما تطبخوا طبخات تطبخوها بحب، تطبخوها بكمية حنان، تحطوا فيها الطاقة الإيجابية، تنقلوها للشخص هذا اللي بياكل أكلكم، سواء كان من الأهل أو خارج الأهل، يعني من البيت أو. فهذا شيء تعلمته منك يا شيف منان. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا هدى، يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. لو سمحتوا فوتوا على الاكونت عندها واستمتعوا بالاكلات اللذيذه والخفيفه والحلوه. تسلمي يا شيف، شرحها كثير مظبطه ومرتبه. تسلمي يا شيف حبيبتي، وانا شرفت فيكي. وانا والله يا شيف ادخلي معانا وشرفينا دائما في لما يكون عندنا بس هيك منك. ان شاء الله اكيد يا شيف. تحياتي للاسره الكريمه حبيبه قلبي. يعطيك العافيه، انا كثير سعيده. في امان الله شيف. حبيبتي حبيبتي في امان الله، في امان الله. ما شاء الله عليكي.